حاجات كويسه لشكل المناطق الاثريه وتظبيط شكلها. احنا عايزين نطلع بلدنا شكلها حلو تتفرج عليها الناس كلها، مش عايزين نطلع بلدنا شكلها وحش. مظبوط؟ باشمهندس احمد يقدر يقول لك مظبوط. اولا شكرا جدا ان انت بتقارنا باستاذنا الكبير يعني استاذ انسي ابو سيف. بس هي بص يعني تشالنج كده صعبه اللي انت حطيتنا فيها يعني، وهم على الزمن اللي هم مثلا عملوا فيه القرارات الشعبيه اللي حضرتك بتتكلم عليها، هي على زمانهم كانت هي دي الفيجن بتاعت الوقت يعني. هم صوروا كتكات وهي كتكات ستيل فيها مناطق شعبيه من اللي حضرتك بتتكلم عليها، لكن شويه الحته بتاعت الحاره عندنا هي تجاريه يعني. خلي بالك احنا مش بنلعب على ناس زي ما قال الاستاذ نزار كده، ان انت لازم تحس ان اللي قدامك ده هو شخص مالي منطقته يعني. اوريدي الناس شغالين في دهب والراجل شغال في الملايين، فاوريدي مكانه في الشارع اللي هو فيه لازم حتى اللي حواليه منه دول بيكسبوا منه وبيخدموه، فمش هينفع نطلعها بالحته بتاعت الشعبيه. الى ان حتى لو ظهر حاجه احنا بنعملها في مناطق، حتى هتلاقي في شخصيات عندنا قرايبهم بنروح لحوالي اقل شويه، رغم ان احنا بنبقى عاملين ديكور برضه في المدينه يعني، بنبقى عايشين نفس الحاله بس في اماكن عشان تبان ان هي فقيره شويه. فالتطور طبعا هو ده اللي بيحط علينا، ان احنا لازم نستخدم ليد لايت، لازم نستخدم فكره البهرجه في الصوره، لان انت لما بتنزل حتى في اي منطقه تجاريه زي ما بيقول الاستاذ نزار اللي هي سيده زينب، هي مش فقيره على فكره يعني، في ناس هناك معاها فلوس وفي استثمار، فاوريدي اللي عنده استثمار بيعلن عنه، بيعلن عنه بسكرين، بيعلن عنه بليد لايت، بيعلن عنه بحاجات تبين التفاصيل. فده اللي بيخلينا نروح للحته بتاعت ان احنا برضو عايزين نشد المشاهد ناحيه ان احنا بنعمل حاجه كويسه. وزي ما بيقول الاستاذ ان التملي فيه تطور عندنا في البلد، وتملي بتشوفها وانت ماشي في الشارع لازم محسسك ده. وانا شخصيا لما بنزل بدردش يعني، انا مش بجيب حاجه عارف مش خياليه مثلا يعني. ممكن لو بنتكلم على مسلسل تاريخي زي ما بيقول الاستاذ كده اللي هو الفتوه، اوريدي انا ما حضرتوش ولا انت حضرته ولا حد حضره، بس عندك صور فوتوغرافيه بتبقى مديات الحته دي يعني، انت عارف ان انت لازم تمشي على الشكل ده انت ما